كان من نصيب برقلي مشعل بن حمد بن صالح بن حديد المر المركز الخامس. المركز الخامس وصل الشداد لحمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري. ما شاء الله تابعنا المنافسة في اللحظات الأخيرة والهجوم الشرس من صايب آخر الأسماء المدونة في كشف البيانات، ولكنه يصل أولا إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار. مهد السلامات إلى بناء السلطنة وسلام يلي ديلي. 6 دقائق و9 ثواني 94 جزءا من الثانية والتوقيت المسجل مع صايب. تهانينا للصغير بالعبد بن دغيمين ليديلي على فوز صايب المركز الاول وانتزاع ناموس هذا الشوط، بينما ثاني المراكز وصل فلج في 6 دقائق 11 ثانيه 42 جزء من الثانيه. تهانينا لسعيد بن سالم سعيد الجربوع المري على فوز فلج بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز فكان الوصول من مشغل وتوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانيه 94 جزءا من الثانيه. تهانينا لمبارك بن محمد بن الوهلي حافي على فوز مشغل بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا السابع ينطلق بصوت الزميل صالح الكربي. شكرا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح وفي ثاني ايام هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص للابكار الحقائق وشعارات يا ابناء القبائل تندفع وتنطلق وباحثة عن الفوز وعن الانتصار. نسير مع هذه الأسماء ونبدأ بعد المراكز والبداية وأول التحديات والانطلاق الأول. هناك ربدة بشعر راشد بن محمد بن حمد الدعية يقدم لنا ربدة مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني المراكز الرقود بشعر محمد بن راشد ألف هيدي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز الواعية علي بن حمد بن صالح الشرقي يقدم الواعية مع ثالث المراكز رابع الأسماء القادمة والمنطلقة مع رابع الأسماء. ضيان بشعار حسن بن راشد الجفال النعيمي يقدم لنا ضيان مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت مضمونة بشعار علي بن محمد الزعبي يقدم مضمونة مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. ونعود مع البداية، نعود مع أول المراكز ربدة بشعار راشد بن محمد الدعية يقدم لنا ربدة مع أول المراكز وأول الانطلاقات. ثانيا من الجانب الآخر الرقود بشعار محمد بن راشد بن محمد الفهيدي يقدم الرقود مع ثاني المراكز وتتقدم من الجانب الآخر. ثالث الأسماء ثالث الشعارات الواعية علي بن حمد بن صالح الشرقي، ولكن غيرت هناك ضيان حسن بن راشد الجفال النعيمي يتسلل إلى ثالث المراكز مع ضيان. خامس المراكز وصلت مضمونة تتقدم مضمونة مع خامس المراكز بشعار علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا مضمونة مع خامس المراكز. وها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء نتيجتنا الثانية. وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة. وصلت الأسماء وصلت الشعارات مشاهدينا متابعينا الأعزاء متجهة إلى الصدارة متجهة إلى الفوز وإلى الانتصار. البداية الرقود محمد بن راشد الفهيدي يقدم لنا الرقود مع أول الأسماء وأول الانطلاقات وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثانيا ربدة راشد بن محمد بن حمد الدعية يقدم لنا ربدة مع ثاني المراكز وثاني الانطلاقات. ثالث الأسماء ضيان حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي مع ثالث الأسماء رابع المراكز. وصلت هنا المنطلقة البراحة
بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله. العطية يقدم لنا البراحة مع رابع المراكز، خامس الأسماء وصلت نهب محمد بن سالمين بن مبارك العامري يقدم لنا هنا نهب مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ولكن الله الله يا هذه الأسماء وهذه الشعارات والبداية. هناك النعيمي يغير إلى المقدمة إلى الصدارة مع ضيان حسن بن راشد بن حسن الجفالي. النعيمي البراحة من الجانب الآخر، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله. العطية الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير. الله يا الصدارة والبداية. المقدمة هناك البراحة بشعار هنا العطية عبد العزيز بن خالد بن عبد الله. العطية ولكن هنا نهب محمد بن سالمين بن مبارك العامري. ثالث المراكز القادمة والمتقدمة رعود محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري. ورابع المراكز الرقود محمد بن راشد الف هادي. خامس المراكز وصلت صواب مطر بن محمد بن دحروي العامري. وصل بن دحروي مع هنا مع هذا الاسم الخطير مع صواب صواب. ولكن نهب محمد بن سالمين بن مبارك العامري. وثالث المراكز القادمة رعود محمد بن سالم بن بخيت المري. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. هناك نهب محمد بن سالمين بن مبارك العامري. العامري مع الفوز، العامري مع الانتصار، مع نهب محمد بن سالمين بن مبارك العامري يتقدم مع نهب مع هذا الأداء المميز. واسعد الله صباحك يا بن سالمين محمد بن سالمين بن مبارك العامري. تهانينا والناموس على فوز نهب لمالكها محمد بن سالمين بن مبارك العامري. ثاني المراكز، ثاني المراكز وصلت صواب مطر بن محمد بن دحروي العامري. ثالث المراكز، ثالث المراكز الظبي محمد بن عبد الله بن عبيد الفلاسي. ورابع المراكز، رابع المراكز رعود محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري. وخامس المراكز الرقود محمد بن راشد بن محمد الفهيدي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك نهب. والتوقيت الزمني 6:08:06 من الثاني. تهانينا والناموس لمالك نهب محمد بن سالمين بن مبارك العامري. ثاني المراكز، ثاني المراكز وصلت صواب. والتوقيت الزمني 6:09 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صواب مطر بن محمد بن دحروي العامري. ثالث المراكز، ثالث المراكز الظبي توقيت زمني 6:09:24 من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن عبيد الفلاسي. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء.